كتاب كنت طبيبا لصدام، صورة عن قرب، للدكتور علاء بشير. إن هذا الكتاب يقدم صورة واقعية من قريب لحياة صدام الشخصية وحياة أسرته وأقربائه وعناصر حكمه الأقربين، فيسرد سيرته منذ بدأ كسياسي متطرف في حزب البعث وحتى تبوأ عرش العراق متصرفا في شؤونه كيف شاء، فتدهورت أحوال العراق شعبا ودولة في ظل حكمه، وزاد الطين بلة دخوله في حربين خاسرتين غير متكافئتين لا طائل من ورائهما، ولم يجن خسارتهما غير الشعب العراقي وحده. هذه الصورة قدمها الدكتور علاء بشير والذي كان ضمن فريقه الطبي الخاص، وهو شاهد عيان عايش الأحداث كلها عن قرب، واقترب من صدام وأسرته وأغلب المستبدين من عناصر نظامه. وكان للدكتور علاء آراء خاصة في كل هؤلاء ظلت حبيسة صدره سنوات وسنوات، حتى باح بها أخيرا في كتابه كنت طبيبا لصدام. قلبي يا ولاد العرب بينادي، ربي حريتي يا بلادي، ربي يخليكي يا بلادي.